عندنا امراض الاورال كافيتي الليبس والماوث والتونج. اول حاجه هنتكلم عليها الانفلاميشنز. انفلاميشن في الليبس اسمها كايرايتس، انفلاميشن في الماوث استوماتايتس، انفلاميشن في التونج بروستايتس. انفلاميشن في الليب كايرايتس ايراني مش مهم. قلت قرايه بقى خلاص، لا قلت قرايه خلاص. انفلاميشن في الليب كايلايتس في قرايه. انفلاميشن في الماوس كافيتي استوماتايتس برضه قرايه، بس فين هو كده هتكلم فيه. الانفلاميشن في الماوس او استوماتايتس ممكن تبقى فايرال زي الهيب السيمبلكس، ممكن تبقى فانجل زي الكانديلا او المونيليزيس، ودي هتاخدوها في المايكولوجي. النوع بقى اللي عايز اشرحه لكم نوع اسمه افسس استوماتايتس او افسس انسر. ايه بقى الافسس استوماتايتس او الافسس انسر دي؟ دي حاجه بتحصل عند معظم الناس. بتلاقي الشخص ده في اوقات معينه لو عنده مثلا دور تعب وسخن ونايم في السرير، او وقت ما بيكون عنده امتحانات مثلا وفي ستريس، بيبدا يظهر السرز عنده في البق بسبب مش معروف. بيحصل اورال ulceration، السرز بتطلع في البق، تطلع في اللثة او بتطلع في الدب من جوه. الالسرز دي اسمها افسس السرز او افسس استوماتايتس. دي السرز بتيجي في الماوس كافيتي سواء هنا في الجنجيفا او في اللب او في الطن، بتيجي بصوره ريكارنت، بتروح وتيجي. بتيجي للشخص في اوقات معينه، اوقات ما بيبقى فيه ستريس، او اوقات ما بيبقى فيه تعب جامد. سببها مش معروف، سببها الفعلي مش معروف، بس هم حاطين لها نظريات. في نظريه قالت انها بسبب فيرال انفكشن معين، وفي نظريه قالت انها بسبب حساسيه الرجي لبعض انواع الاكل، وفي نظريه بتقول انها بسبب الستريس، لانها فعلا بتظهر في اوقات الستريس، فتره امتحانات، فتره في ستريس جامد على الشخص ده ممكن تظهر له الالسرز دي في البق. في نظريه بتقول برضه انها بسبب الفيفر، لان بعض الناس بيجيلهم الالسرز دي لما بيتعب ولما بيسخن. دور لوز مثلا او نزله شعبيه او حاجه، سخن ونام في السرير تبدا تظهر له الالسرز دي في بقه. اكتر حاجه بتميز الالسرز دي انها بين فل. بتبقى سوبرفيشال الالسر، بيبقى لونها مبيض شويه وبتبقى بين فل. يبقى لونها مبيض مدي على ابيض لانها بتبقى متحضر فايبرين. اهم حاجه فيها انها بين فل. الناس اللي مجربه عارفه، اصل اللي بتجيلي برضه اللي مجربين عارفين الاصل كويس وعارفين الاصل الحقيقي. تحت الميكروسكوب الالسرز اللي بنشوف فيها مونو نيوكليار انفلاماتوري سيلز، ماكروفاج، ليمفوسايتس، وبلازما سيلز. في بقى نوع كمان من الاستوماتايتس اسمه كاتارال استوماتايتس. ده بيجي بسبب الاريتيشن. الاريتيشن هتلاقي مكتوب 3 اس. سموكينج، تدخين يعمل اريتيشن في البق. سبايسز، الاكل الحراق يعمل برضه اريتيشن. والسبيرتس، يعني ايه سبيرتس؟ المشروبات الروحيه، الكحول وخلافه. بصراحه مشروبات روحيه. والله الكحول، الحاجات الخمره بقى ومشتقاتها الحلوه دي. الحاجات دي كلها بتعمل اريتيشن في الماوس كافيتي وبتعمل استوماتايتس. انفلاميشن في التنج جلوستايتس. الجلوستايتس برضه قريب. بنقسمه لثلاث انواع، اكيوت وكرونيك واتروفيك جلوستايتس. ثلاث انواع. الاكيوت الموضوع ده برضه قريب، الجلوستايتس قريب. الاكيوت بقسمه سوبرفيشال وديب. اكيوت سوبرفيشال بروستايتس بيحصل مع حالات الكاتارال استوماتايتس. كاتارال استوماتايتس بسبب الاريتيشن يعمل برضو اكيوت سوبرفيشال بروستايتس. ديب بسبب ديب وون، تعويره جامده مثلا في الطنج بتعمل ديب بروستايتس. الكرونيك برضو بيتقسم سوبرفيشال وديب. السوبرفيشال 5 اس. الثلاثه اس اللي احنا لسه قايلينهم دلوقتي، سموكينج وسبايسز وسبيرتس. الحاجات دي كلها بتعمل اريتيشن. بتعمل في الاول اكيوت اريتيشن، وبعد كده لو الفتره طولت بتقلب كرونيك اريتيشن وكرونيك جروث سايتس. في اثنين اس كمان،
عندي السيفلس وعندي شارب تيس. احنا عارفين من الترم الاولاني ان من اكتر الاماكن في الجسم اللي بتبقى افكتد في السيفلس الطن، وكنت قلت لكم ان بيبقى افكتد في الثلاثه ستيج بتوع السيفلس كلهم، كل اشكال السيفلس ممكن تيجي في الطن. برضو الشارب تيس، لو واحد عنده اي ديفورميتي في التيس ودايما التيس بتاعته بتعض على لسانه او دايما بتحتك بلسانه، الشارب تيس بتعمل اميتيشن وبتعمل برضو بروستايتس، وزي ما هنعرف دلوقتي بتقلب بعد كده بدينها الاقصر. لو واحد عنده اي ديفورميتي في منطقه الدروس سيناريو شارب، حاميه عماله بتحك في الطنج بتعمل اريتيشن للطنج بتعمل بروستايتس ودنتال اقصر. طيب ديب لو في جرانيلوما في الطنج زي التي بي او زي الجمر التيرشري سيرفيس. طب الاتروفيك بروستايتس اشهر سبب ليه حاجه اسمها بلامر فينسون سندروم. البلامر فينسون سندروم هتقابلنا كمان دقيقه تاني. البلامر فينسون سندروم دي سندروم بتتكون من اربع حاجات: ايرن ديفيشنسي انيميا، هي مكتوبه الصفحه الجايه يعني بلاش تكتبوها هي كده كده مكتوبه، ايرن ديفيشنسي انيميا، اتروفيك بلوسايتس، اورو فارنجايتس، واسوفيجيال اوبستراكشن. البلامر فيسور سندروم دي سندروم الشخص ده بيجي لي عنده اربع مشاكل: سيفير انيميا، ايرن ديفيشنسي انيميا، بيبقى عنده اتروفيك جلوسايتس، في اتروفي في الطالب، بيبقى عنده اورو فارنجايتس في الاورو فارنجس، وكمان بيبقى عنده اسوفيجيال اوبستراكشن، بنلاقي الاسوفيجاس بتاعه ظهر فيه ويبس، خطوط العرض من الفايبرس تيشو سد الاسوفيجاس، بنسميها اسوفيجيال ويبس. السندروم دي سببها ايه؟ النور. وما دام قلنا حاجه النور هتطلع النظريات. نظريه بتقول انها جينيتك، ونظريه الثانيه ودي الاقرب للصواب بتقول انها اوتو اميون ديزيز. فالسندروم سببها مش معروف، بس اللي عايز اعرفه عنها انها بتتكون من اربع حاجات: ايرون ديفيشنسي انيميا، اتروفيك جلوسايتس، اورو فارنجايتس، واسوفيجيال اوبستراكشن. يبقى خدنا انفلاميشن في اللبس كايلايتس، وفي الماوس استوماتايتس، وفي الطنج جلوسايتس. في بقى تجميعه مهمه اهي، دي بقى ممكن تيجي في الامتحان، تجميعه الطنج ارسس دي ممكن تيجي في الامتحان النيوميريك. النيوميريك اربعه اكزامبلز او اربعه تايبس اوف طنج ارسس. انا عندي خمسه ارسس بيجوا في الطنج: دنتال ارسر، ديسبيبتيك ارسر، سيفيليتيك ارسر، تي بي ارسر، ومالجنانت ارسر. خمسة ألسرز بيجوا في الطالب يهمني فيهم قوي النيوميريك. أول حاجة دنتال ألسر. إيه هي الدنتال ألسر؟ لسه قايلين من دلوقتي لو واحد شارب تيس عاملة إريتيشن للطنج ممكن تقلب بعد كده بألسريشن في الطنج، طنج ألسر. طبعا الطنج ألسر أو الدنتال ألسر دي تفتكروا هتبقى موجودة فين؟ في النص ولا على الأطراف؟ بتبقى موجودة على اللاترال إيدج بتاع الطنج. اكتب جنبها بري كانسرز، ممكن تقلب كانسر طبيعي بسبب وجود اميتيشن لفتره طويله. الدنتال ألسر ممكن تقلب بقى. يبقى دي اول طنج ألسر دنتال او تروماتيك ألسر. الثانيه اسمها ديسبيبتيك ألسر. دي ألسر بتظهر في الطنج في الناس اللي عندهم ديسبيبسيا. يعني ايه كلمه ديسبيبسيا؟ يعني ايه ديسبيبسيا؟ مش فاهم يعني ايه كلمه ديسبيبسيا. ايوه عسر هضم وحموضه وكلام من ده. بسبب مش معروف قوي الناس اللي عندهم ايه؟ مش شرط ريفلكس. هو دي يعني اقرب نظريه محطوطه عشان حته الريفلكس دي. دي اقرب نظريه للصواب. الناس اللي عندهم حموضه او ديسبيبسيا بيقولوا ان هي بسبب الريفلكس ارتجاع لبعض المواد الاسيدك بتطلع تتجمع في الماوس كافيتي وتعمل لي ألسر على التب بتاعي الطب. اسمها ديسبيبتيك ألسر. الناس اللي عندهم عسر هضم ديسبيبسيا يجي لهم ألسرز على التب بتاع الطنج اسمها ديسبيبتيك ألسر. طب السيفلس؟ السيفلس ممكن يعمل ايه في الطنج؟ قلنا كل الستيجز بتاعت السيفلس ممكن تأثر على الطنج. البرايمري سيفلس الشنق اللي كان اسمها هارد ألسر أو هارد سور تيجي في الطنج، لو تفتكروا كنا بنقول عليها جينيتال وإكسترا جينيتال.
من ضمن الاماكن الاكسترا جينيتال الطنج. طب السكندري سيفلس كان بيعمل في الطنج وفي الميوكس ميمبرينز حاجه اسمها ميوكس باتشز، وكانت حتى بتقع وبتعمل سنيل تراك ألسر. طب التيرشيري سيفلس كان فيه ديفيوز رياكشن وكان فيه جاما، الجاما ممكن تيجي في الطنج وكانت بتقع وبتعمل لي جامبريتاس ألسر. طب الجاما بتيجي فين في الطنج؟ الجاما بتيجي هنا عند الجنكشن بتوين الانتيريور تو سيرد والبوستيريور وان سيرد. الجاما برضو بري كانسرس، الجامبريتاس ألسر بري كانسرس. يبقى انا اخدت اتنين ألسر بري كانسرس اهم، الدنتال ألسر والجامبريتاس ألسر. رابع حاجه عندي التي بي. قلنا في الترم الاولاني في الكومبليكيشنز بتاعي البروجريسيف بالمونري تي بي او الكرونيك فايبروكيزيا سكافيتال تي بي ممكن السبيوتال الانفكتيف ده يطلع. كان بيعمل حتى في اللارنكس تي بي لارنجايتس، وكان بيتجمع في البق وبيعمل تي بي ألسر في مين؟ في الطن. كنا قلنا حتى انها رير، وكنا قلنا رير ليه؟ لان الاستراتيفايد سكويمس انسيليم بتاع الطن ريزيستنت للتي بي. بس لو حصلت بتحصل في مين؟ عند التب بتاعه الطن. ليه كانت بتحصل عند التب؟ عشان الاكيوميشن اوف سبيوت. طب فاكرين شكل التي بي ألسر كانت ايه؟ الايدج بتاعتها عباره ايه؟ اندر مايند ايدج، وكان في كيزياس فرور، والبيز بتاعتها انديوريتد بيز. يبقى التي بي ألسر بتيجي فين في الطن؟ على التب بتاعه الطن، في الناس اللي عندهم كرونيك بروجريسيف بالمونري تي بي. اخر حاجه مالجنانت ألسر، الطنج ممكن يطلع فيه مالجنانت تيومر سكويموس سيل كارسينوما، ممكن تاخد شكل بوليفويد فانجيتنج او ألسريتنج او انفلتريتنج. يعني ممكن اشوف الطنج مالجنانت طنج ألسر. اشهر مكان في الطنج بيجي فيه مالجنانسي اللاترال ايدج بتاع الانتيريور تو سيرفيكس. اكتر حته في الطنج بيطلع منها مالجنانسي اللاترال ايدج بتاع الانتيريور تو سيرفيكس، ده اكتر مكان في الطنج بيجي فيه مالجنانسي. ممكن تاخد شكل بوليفويد فانجيتنج او ألسريتنج او انفلتريتنج. المالجنانت ألسر ايه مواصفاتها؟ فاكرين الترم الاولاني ايه مواصفات المالجنانت ألسر؟ الايدج كانت اخبارها ايه؟ ايوه ريزد انفكتد ايدج ونكروتيك فلور وفيكسد انديوريتد بيز، لانها بتعمل انفلتريشن للسماء. كل ألسر افتكر الايدج بتاعتها كويس. السيفيليتيك ألسرز زي جامبريتاس ألسر شارب ايدج، التي بي ألسر اندر مايند ايدج، المالجنانت ألسر ريزد inverted edge. نعم. أندرماين. كنا بنقول أندرماين عاملة إزاي؟ كانت زاوية حادة. الديستراكشن في الصاب ميكوزا أعلى من الميكوزا. دي الأندرماين. دي الشارب. ودي الريز inverted edge. أندرماين اللي كانت عاملة زاوية حادة، كان الديستراكشن في الصاب ميكوزا أكتر من الميكوزا. يبقى الحته دي تهمني كسؤال انيوميريت انيوميريت الالسرز بتاعت الطن. انفلاميشن في الاورو فارتكس، اورو فارنجايتس. الاورو فارنجايتس عندي منه ثلاث اشكال، كاتارال فارنجايتس وبلامر فينسون سندروم. قلنا الدرامر فينسون سندروم اربع حاجات، كان انيميا واتروفيك جروسايتس، عشان كده قلناها في الاتروفيك جروسايتس، واورو فارنجايتس تعمل انفلاميشن في الاورو فارنكس، وكمان اوسوفيجيال اوبستراكشن عن طريق الاوسوفيجيال. الدرامر فينسون سندروم في الشابتر ده هتقابلنا في ثلاث اماكن، اول مكان من شويه في الاتروفيك جروسايتس، وتاني مكان اهو في الاورو فارنجايتس، ولسه هتقابلنا قدام في موضوع الاوسوفيجيال اوبستراكشن. فالتلات اماكن فيهم بلامر فينسون سندروم. الشكل الثالث حاجه اسمها اكيوت سيبتك فارنجايتس او اللودفيجز انجينا. مين شاطر مذاكر ريسبيراتوري فكرني، قلنا فين اللودفيجز انجينا؟ كانت كومبليكيشن في مين؟
كانت كومبليكيت. طب يعني ايه لوتريكس انجاينا اللي هي؟ ايوه ايوه سيلولايتس في الفلور بتاع الماوس والنك. كنا قلناها في الكومبليكيشنز بتاعت التونسيلايتس لما كان البص بيطلع من التونسيل بيعمل بريتونسيلر اكسس او كوينزي وكان بعدها بيعمل سبريد في كل الاتجاهات. من ضمن المشاكل اللي كانت ممكن تحصل يحصل سيلولايتس ديفيوز سابيوراتيف انفلاميشن في الفلور بتاع الماوس وفي النك بنسميه لودفيكس انجاينا. وكنت قلت لكم ان اللودفيكس انجاينا دي فيتال كانت مصيبه سودا. يبقى اللودفيكس انجاينا ده ديفيوز سابيوراتيف انفلاميشن او سيلولايتس بتحصل في الفلور بتاع الماوس والنك. اي حاجه بقى في الماوس كافيتي او في النك بيحصل فيها سابيوراتيف انفلاميشن. بتعمل سابيوراتيف انفلاميشن في الماوس، سابيوراتيف انفلاميشن في اليوفيلا، سابيوراتيف انفلاميشن في الفارنكس وكمان في اللارنكس، وممكن البص يسيب المكان ده كله وينزل على الميديا سباين. طبعا اللودفيكز انجينا عشان تحصل بتحصل في واحد مناعته واقعه، ما بتحصلش غير في الناس اللي مناعتهم واقعه. اللودفيكز انجينا يعني السيلولايتس في الفلور بتاع الماوس وكمان في النك. بيحصل ديفيوز سابيوراتيف انفلاميشن في كل الاماكن دي، ينزل على الفارنكس واللارنكس وممكن كمان يوصل للميديا سباين. طب فاكرين الترم الاولاني ايه اشهر اورجانيزم بيعمل سيلولايتس؟ بكتيريا اسمها ستريبت هيموليتيكس. فممكن يحصل لودفيكس انجينا بسبب اورجانيزم اسمه ستريبت هيموليتيكس. طبعا اللودفيكس انجينا فيتال، وقلنا فيتال ليه؟ اولا واحد مناعته وقع وعنده ستريبت هيموليتيكس ممكن تعمل له سبتسيميا وبايميا وكمان توكسيميا. تاني حاجة عنده سيفير سابيوراتيف انفلاميشن في منطقة الفارنكس واللارنكس فممكن تضيق له الايروي يحصل له اختناق او اسفكسيا. يبقى الشخص ده بيموت يا اما بيتخنق اسفكسيا يا اما بسبب التوكسيميا والسبتسيميا والبايميا. دي الانفلاميشنز بتاع الاورال كافيتي والاوروفارنكس كافيتي. التيومرز بتاعت الاورال كافيتي مقسمها لك ماين وماليجنا. علم بس في الماليجنا بتاعها سكويموس سيل كارسينوما. نوع الابسيليوم في الماوس كافيتي ايه؟ في البق وفي الطن ستراتيفايد سكويموس طن كراتيمايز ابسيليوم. فاشهر تيومر بيجي لي في المكان ده هو ايه؟ سكويموس سيل كارسينوما. ممكن يبقى بناين سكويموس سيل بابيلوما، ممكن يبقى ماليجنا في سكويموس سيل كارسينوما. لقيت التيومرز مش موجوده. ايه اللي بالصفحة؟ النوع اللي هنتكلم عنه بالتفصيل هو اهم نوع سكويموس سيل كارسينوما. في السكويموس سيل كارسينوما الكلام سهل. في السكويموس سيل كارسينوما الكلام سهل. اول حاجة البريدسبوزنج فاكتورز. ايه الحاجات اللي ممكن تسبب سكويموس سيل كارسينوما؟ يا اما كرونيك اريتيشن او بري كانسرس ليجنز. عند كرونيك اريتيشن او بري كانسرس ليجنز، كرونيك اريتيشن زي ايه؟ الاسات اللي قلناها سموكينج سبايسز سبيريتس، حاجات بتاثر على اللب. الترا فايلت راي عدو اللب الاول، الالترا فايلت ريز اللي جايه من الشمس ممكن برضو بسبب ايونايزنج راديشن. كل الحاجات دي بتعمل كرونيك اريتيشن. احنا بنتكلم هنا على اللب والماوس والطنج مع بعض في موضوع واحد، ففي حاجات تاثر على الماوس والطنج اكتر زي السموكينج وزي السبايسز والسبيريتس. في حاجات تاثر على اللب اكتر زي مين؟ زي الالترا فايلت ريز والايونايزنج راديشن. طيب ممكن بري كانسرس ليجنز زي ايه؟ قلنا من شويه في الالسرز. انهي الالسرز كانت ممكن تيجي مالينا؟ قلنا الدنتال الالسر والجافيتس الالسر. ممكن البلاين تيومر يقلب مالجنت. بلاين تيومر اسمه ايه؟ سكويموس سيل بابيلوما، ممكن يقلب سكويموس سيل كارسينوما. في عندي حاجتين كمان، حاجه كلكم عارفينها اسمها ليوكوبليكيا وحاجه اسمها اريثرو بليكيا. ايه بقى الليوكوبليكيا وايه هي الاريثرو بليكيا؟ طبعا كلنا عارفين الليوكوبليكيا بالعربي او ترجمه كلمه ليوكوبليكيا، ليوكو يعني ابيض وبليكيا يعني بليك باتش يعني. الماوس
بيظهر فيه وايت باتش. الوايت باتش ده بيمثل ايه؟ ايه اللي حصل هنا؟ كيراتينايزد استراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. نورمالي الابيثيليوم هنا بيبقى نان كيراتينايزد، بسبب الكرونيك اريتيشن ممكن يقلب كيراتينايزد. كيراتينايزد استراتيفايد سكويموس ابيثيليوم بيعمل لي باتش ابيض اسمه ليوكوبليكيا. انا مشكلتي ايه بقى مع الليوكوبليكيا؟ مشكلتي ان دايما بيبقى معاها ديسبليزيا، واحنا عارفين من الترم الاولاني ان الديسبليزيا بتقلب بعد كده بمالجنسي. طيب في بقى مصطلح جديد اول مره نشوفه اسمه ايه؟ اريثروبليكيا. كلمه اريثرو يعني ايه؟ احمر. ده باتش احمر مش ابيض بقى زي الليوكوبليكيا، لا هنا في باتش احمر. ممكن الكرونيك اريتيشن يعمل لي قصه ثانيه، ايه هي؟ يعمل اتروفي في طبقه الابيثيليوم معاها سيفير ديسبليزيا في الخلايا. يعمل اتروفي في الابيثيليوم مع سيفير ديسبليزيا في الخلايا. افهم الكلام ده، مين اللي اخطر، الليوكوبليكيا ولا الاريثروبليكيا؟ الاريثروبليكيا اسوء. الاثنين دول كرونيك اريتيشن. الكرونيك اريتيشن يعمل حاجه من اثنين، يا اما يخلي الابيثيليوم بدل ما هو نان كيراتينايزد كيراتينايزد مع ديسبليسيا في الخلايا فيتكون باتش ابيض اسمه ليوكوبليكيا، يا اما يعمل شويه اتروفي في الميكوزا والخلايا اللي متبقيه دي بتبقى هايلي ديسبلاستيك فبرضه بتقلب مالجننت بعد كده. طب لما بيحصل اتروفي السب ابيثيليال بلود فيسلز بتبقى باينه. لما بيحصل اتروفي في الميكوزا السب ابيثيليال او السب ميكوزا بلود فيسلز بتبقى باينه، فبالتالي الباتش ده بيبان لونه احمر. يبقى ليه الباتش ده احمر؟ ليه سميته اريثروبليكيا؟ لما حصل اتروفي في طبقه الابيثيليال السب ميكوزا بلود فيسلز باين، فعملت لي باتش احمر اسمه اريثروبليكيا. في الاثنين دول انا مش مشكلتي مع الكيراتين ولا مشكلتي مع الاتروفي، انا مشكلتي ان دايما بيبقى معاهم ايه؟ ديسبليسيا، فعشان كده بيقلبوا مالجننت ويعملوا سكويموس سيل كانسر. ده البريدسبوزنج فاكتورز اوف سكويموس سيل كانسر. احنا بنتكلم عن ثلاث اماكن، لبس ماوس وبامب. بالنت اي التيومر طالع في سوليد اورجان ولا في هولو كافيتي؟ في هولو كافيتي. ده بياخد كام شكل؟ ثلاثه، بوليبوي فورجيتنج، ألسريتنج، وانفلتريتنج. ممكن اشوفها في اللبس، ممكن اشوفها في الماوس كافيتي نفسه، ممكن اشوفها طالعه منين؟ طالعه من تحت الميكروسكوب. بتاعت اللبس غالبا ويل ديفرنشيت كويسه، وبتاعت الماوس برضه غالبا ويل ديفرنشيت، انما بتاعت الطنج تختلف. احنا بنقسم الطنج الانتيريور تو ثيرد والبوستيريور وان ثيرد. اللي بيطلع من الانتيريور تو ثيرد غالبا ويل ديفرنشيتد كويس، انما اللي بيطلع من البوستيريور وان ثيرد غالبا بيبقى انابلاستيك اندفرنشيتد تيومر وبيبقى وحش. في الطنج يا دكاتره لو الكانسر طالع من الانتيريور تو ثيرد بيبقى كويس، ولو الكانسر طالع من بوستيريور وان ثيرد بيبقى مهدد. اللي بيطلع من الانتيريور تو ثيرد بيبقى ويل ديفرنشيتد وبيعمل سبريد متاخر، انما اللي بيطلع من البوستيريور وان ثيرد بيبقى اندفرنشيتد انابلاستيك وبيعمل سبريد بدري. فاسوء شكل في الاورال كارسينوما كارسينوما طبعا من البوستيريور وان ثيرد اور ذكر. في السبريد اكتر مكان في دول يحصل منه سبريد الطنج، اسرع مكان فيهم ممكن يحصل منه سبريد هو مين؟ الطنج. اشمعنى؟ لان فيه ليمفاتيك سبلاي كتير وبلاد سبلاي كتير، ده غير انه دايما بيتحرك موفمنت. الطنج كتر الحركه بتاعته بتخلي الخلايا المالجنت تتزرع على السراوندنج ستراكشر او تخش جوه البلاد فيسلز بسهوله. حركه الطنج بتسهل حركه الخلايا المالجنت وانتقالها من الطنج لمكان تاني. الطنج ريتش في الليمفاتيك فيسلز، ريتش في البلاد سبلاي، كمان كتر الحركه بتاعت الطنج بتخلي الخلايا المالجنت تفك من بعضها وتتحرك هي كمان وتتزرع او تروح لمكان تاني. هنا هيعمل دايركت سبريد للسراوند. ممكن يحصل لمفاتيك سبريد. الليب بتبعد على مين؟ على السبمنتال والسبمانديبولار لنفنود. انما الماوس والطنج يبعد على مين؟ على السيرفايكال لنفنود.
يبقى الليب يبعت على السبمنتال والسبمنديبولار، انما التانك يبعت على السيرفايكال لينفيد. ممكن برضو يحصل بلاد سبريد، البلاد سبريد يبعت لللنج ومنها لبقيه الاورجانز بتاعت الجسم. عيان الكانسر ده بيموت من ايه؟ اولا احنا عارفين ان اي عيان مالجنت بيجي له اشيكسيا ودي بتموته. تاني حاجة بيحصل هيموريدج عنيف من الماوس كافيتي من منطقة الكانسر وبرضه ممكن تموته. ممكن يحصل سكندري بكتيريال انفكشن في منطقة الماوس وبعد كده الشخص ده يعمل اسبيريشن للانفكتد ماتيريال. ممكن يحصل سكندري بكتيريال انفكشن في الماوس كافيتي وبعد كده الشخص ده يعمل اسبيريشن للانفكتد ماتيريال. تعمل له اسبيريشن برونكونيميا واسبيريشن لانج ابسس. احنا خدنا كلمه اسبيريشن مرتين في الاسبيراتو في اللانج ابسس، فاكرين كان اشهر نوع اسبيريشن لانج ابسس. وفي موضوع البرونكونيميا كان في من انواع السكندري اسبيريشن برونكونيميا. فالاسبيريشن الانفكتد ماتيريال ممكن تعمل له اسبيريشن لانج ابسس او اسبيريشن برونكونيميا. وانتوا عارفين ان البرونكونيميا اصلا كبروجنوزس مرتبه وغالبا بتبقى في تاني. يبقى الموضوع ده بتاع السكويموس سيل كارسينوما اركز على حته اليوكوبليكيا والاريستروبليكيا في البري كانسرس ليجن واعرف انها سكويموس سيل كارسينوما واعرف ان اسوأ واحد فيهم اللي بيطلع من البوستيريور وان سيل بتاع الطول. السبريد اكتر واحد بيعمل سبريد هو مين؟ الطول. الليب بتبعت للسبمنتال والسبمنديبولار والطنج بيبعت لمين؟ للسيرفايكال انفيلد. طيب خلاص انت فاكرني انا ما باخدش ورقه من السليبري كده؟ لا مش انت بالمهم لا 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 ل